هنا توفي ابن عم الرسول وأشبه الناس به، هنا العاصمة التاريخية لما وراء النهر قبل لا تتكون كل هالبلدان، هنا أعدل محاكمة عرفها التاريخ، هنا سمرقند، هنا الحضارة الإسلامية. وما أدراك ما الحضارة الإسلامية؟ سمرقند تعج بالحضارة الإسلامية التي ما زالت شامخة على مر العصور. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا سلمكم الله الأريكة اللي يتكئون ويجلسون عليها الناس من أول. أي والله اللي آمين يا رب، اللي يقول عنها الله في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العظيم، متكئين على الأرائك في الجنة من زود الرفاهية والطمأنينة، ما يضرهم لا شمس ولا برد قارس. في الحضارة الأموية أرض الديار أو الفناء يكون داخل البيت، تمام، يجعل فيه نوافير ومزارع وخمائل، هذه اللي يلتقون فيها الأحبة وتتظللون تحتها. يقول الشاعر: فلما تفيأنا ظلال خميلة تساقط مثل الدر فوق خطانا، حدثتها بالحب وهي مصيغة على أمل أن تلتقي شفتانا، فقلت لها: يا مي من روض ناظر والطير أحلى ما يقول لسانا، فقالت لي: كفاك جزافا، أتطلب مني أن أصدق بالهوى وعيني لم تراه عيانا. الله الله. في عهد معاوية بن أبي سفيان ولا سعيد بن عثمان بن عفان على خرسان، وكان سعيد أول من عبر النهر إلى بلاد ما وراء النهر، وفتح بخارة، ثم اتجه من بخارة إلى سمرقند، واستعان بأهل بخارة على فتح سمرقند، وحاصر أهل سمرقند 3 أيام، ودارت معركة شديدة لدرجة أن سعيد أصيب في عينه. وفي هذه المعركة توفي قثم بن العباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفن في سمرقند. وكان قثم أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر الأمة عهد بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، آخر من خرج من القبر قيل أنه قثم بن العباس بن عبد المطلب. أحد من أجمل المساجد الموجودة في سمرقند، والمسجد الوحيد المطلي بالذهب. ما شاء الله ما شاء الله، تقبل الله يا شباب. هنا أبو ربيع صارت أعدل وأغرب محاكمة مرت على التاريخ، ولو ما تواترت في تاريخ أصحاب الديانة المسيحية وعند المسلمين كانت أشبه بالخيال. جاء قتيبة بن مسلم الباهلي مع جيشه فاتح لبلاد ما وراء النهر، ويوم وصل سمرقند رأى أن خصوبتها كبيرة وفيها موارد، قال: ليش أنظرهم 3 وناشزهم، أدخل على غفلتهم وتحكم في الأمور من جوا، وهو المفروض أنه يناشزهم على 3، أما الجزية أما الإسلام أما القتال. هو ما سوى كذا، دخل وفعلا المسلمين دخلوها واحتلوها كاملة، تضايقوا القساوسة، قاموا وارسلوا رسالة مع واحد من أهالي سمرقند إلى عمر بن عبد العزيز صاحب العدل، وعزلوا رجل وراح لدمشق. أخذ أشهر لين وصل دمشق من سمرقند. جاءوا لقى مسجد كبير وظن أنها القصر، قصر السلطان، فدخل وسأل رجل قال: وين السلطان؟ قالوا: في بيته. قالوا: وش هذا؟ قال: هذا مسجد. طبعاً ما يعرف مسجد ولا يعرف شيء، رجل عديان المسيحية ومرسول من قساوسة بلده. قال: دلوني على بيت أمير المؤمنين. فوصف له رجل قال: هذاك البيت. جاء عند عمر بن عبد العزيز لقاه يلبن الطين ويسد خروم في الجدر، وزوجته تساعده. سلام عليكم، هذا بيت أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فظن أن أمير المؤمنين يحسابه، رجع للرجل الثاني قال: يا رجل، لقيت رجل يشتغل بالطين، هذا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، هذا أمير المؤمنين، ارجع. فرجع وعطاه الكتاب. الكتاب كان فيه مظلمة قساوسة أهل سمرقند. قرأ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كتاب القساوسة، قام قلب الكتاب وقال:
إلى عاملينها على سمرقند. إذا أتاك كتاب الخطاب كبير معدين القساوسة وبعناية وبدراية ترد عليها بسطر واحد، والوليك اللي هو ظالمنا أخذ الكتاب وراح به، ويوم وصل بذا القساوسة قال هذا رد عمر بن عبد العزيز. فانصدموا، قال واحد منهم يا ناس اعطوها الوالي حقه وخلونا نشوف ايش نطلع بنتيجة. فعلا اعطاها الوالي، قال موعدنا اليوم الفلاني والحكم بيننا وبينكم جميع الباجي. هذا رجل مسن صاحب الجيش لعلمه ودرايته وفقهه يفقه المسلمين في البلدان اللي يفتحونها. فجلس جميع وجلس القساوسة وقادة جيش المسلمين، عدوا القساوسة مظلمتهم. قال جميع ماذا تقول يا باهلي؟ قال نعم، لكني رأيت موارد البلد عظيمة فخشيت أن يتجهزوا ويتحصل فتمتنع عني سمرقند. قال تخرج أنت وجيشك قبل غروب الشمس. وفعلا ما غابت الشمس إلا هم طالعين، مع أن القساوسة جالسين يقولون كيف. يوم طلع جيش المسلمين دخلوا معظم القساوسة وأهل سمرقند الإسلام بعدل المحاكمة. يلا يلا، سمرقند هي المدينة التي تشتهر بتخريج العلماء، ومعنى سمرقند أي وجه الأرض. والله هنا متهورين في السواقة. ايوه ايوه ابو مد الدير، ايوه 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 عندهم ثقافة التطويل، فلكن هذا يا جماعة الخير انها اخس شيء علي انا. يجيب المقبلات ثم جاب الاطباق الرئيسية واحد واحد. يا اخوي انت ليش ما تهل اطلبي كامل على السفرة كذا؟ بعضهم يقول عشان يقولون طازج هذا زين، ترى كلها بس حمالي وعطري خلني الهبها وامشي. والله الشياب ان عيونهم تناقص يدورون الاكل فشفات والفاق. اللهم متعنا متاع الصالحين وزدها ولا تنقصها علينا منه.